كنا نديرو لقاءات في البدايه بدون ما نقصي اي واحد، نحاولوا نتلاقوا ننسقوا مع بعض، نوحدوا كلمتنا في بعض المواضيع الدوليه، في بعض المواضيع في اتفاق على اساس نخلق كيان مش ضد دولة من الدول تاع المغرب العربي، ولكن تكون كيفية نتاع تنسيق عمل، تشاور وتنسيق عمل، ما تكونش ملزمة بالك في البداية، ولكن احنا مع تونس ننسق ومع ليبيا ننسق، ماذا بينا ننسقوا مع بعض احسن ما ننسقوا. العمل الثنائي مليح، كان عمل ثنائي تاعنا جيد، لا مع الاشقاء الليبيين ولا مع الاشقاء التوانسه ولا الاشقاء الموريتانيين، ولكن ماذا بينا نجمع كلمتنا ولو مره في كل 3 شهور ولا 4 شهور تشوفوا ان شاء الله فيها بادره تاع خير ان شاء الله. ان شاء الله بوريستي ماهيش موجهه ضد اي دوله اخرى.